بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ب4/3/2012 نحن بمنطقة الحمدية، مثل ما احنا شايفين قذائف الهاوي العشوائية اللي عم تضربها على سطح قيادة الشرطة اللي متمركز عليها الأنوية الشبيحة. شوف شلون صار تمليك قصف العشوائي، شو صار ضرر بالأملاك الخاصة للأهالي. هاي السيارة تدمرت بالكامل. ها هي اصلاحات روسيا التابعه للنظام، يعني قلنا اصلاحات بشار اصلاحات روسيا اثنيناتهم واحد، يعني ما في خلاف. شوف المنزل برا، شوف المحلات، كل محلات الحميه سكرت بسبب قذائف الهاوي واطلاق الرصاص من قياده الشرطه من عند فندق رغدون.